إلى متى سنستمر دائما نناقش المدونة؟ متى نستمر؟ إلى ما لا نهاية؟ أي هل هناك نموذج لم نبلغه ولن نبلغه بأي حوار، لا بهذا وبالغير؟ أننا سننتظر بمعنى أنه هنالك شيئا لم يتحقق، معنى نموذج آخر. أما إذا تعلق الأمر بالنموذج هذا المغربي الذي يوافق أو يتوافق عليه الجميع فقد تحقق بلا شك. كل مرة يقولون هناك مستجدات بالضبط يجب أن تغير المدونة، أنا تسأل مستجدات هي أن عندك الآن منذ 20 سنة الآن عندنا حقيقة تغير في عدد النساء اللواتي أصبحنا عالمات كبيرات. تعرفون أن كل مجلس علمي الآن فيه 4 ديال العالمات، في عدد الحافظات للقرآن، في عدد القارئات، عدد المحفظات. الآن أنا أقول بأن غادي يصبحوا أكثر من الرجال، وأنا أعي ما أقول. المرأة الآن ظاهرة بتدين قوي جدا، الشباب كذلك متظاهر بالدين. نحن كل مرة ربما نكون في مباراة للكرة في قطر فنكتشف شيئا كبيرا، فالناس يتساءلون لماذا يسجد هؤلاء. هناك من رفض هذا، ولكن هذا هو الوضع. لذلك لا نتحدث عن مغرب افتراضي. هؤلاء الذين رأيناهم، هؤلاء النساء الفاضلات اللواتي وجدناهن في هذا الزلزال الأخير، نموذج طيب. هل رأيتم منهم امرأة لها قول في دينها بغير ما يجب أن يكون على القول؟ كلهن راضيات مسلمات كذا. هذا العمق المجتمع. ولذلك أنا أقول في نهاية المطاف، ماشي في الأفادين، أنا يبدو لي أننا في حاجة إلى مرصد أو إلى مؤسسة تضم الجميع، ما يكونش طيف واحد يقعد تما يقول انتم لا، تضم الجميع من هذا الطيف، من اليمين ومن اليسار ومن الفقهاء من كذا، ويفكرون عبر السنة وبدراسات. ما يتكلمناش شي واحد من راسه تغيير ما تغيير، أعطينا معطيات.